قمت قبل قليل بتشغيل الكاميرا، كنت أريد أن أبدأ بالإجابة على أسئلتكم التي تفضلتم بها، فرن جرس الشقة. طبعا في العادة لا أفتح الباب ولا أنظر من رن الجرس، لأنه تعرفون في الأغلب يكون أحد الجيران يريد أن يفتح له باب العمارة وقد نسي مفتاحه، فيقوم بالرن على جميع الشقق حتى يفتحوا له. المهم أهملت الجرس، قلت سيفتح له أحد الجيران، وبدأت بالمقدمة: السلام عليكم، أنا محمد غنايم. فرن الجرس مرة أخرى، قلت لا هيك أوفر، يعني بدنا نصور، الوقت مهم. ولكنني أيضا انتظرت قليلا، وعندما شعرت أنهم فتحوا له قمت إعادة المقدمة من جديد، بدأت بالتصوير من جديد. فرن الجرس مرة أخرى، حينها طفح الكيل، فقمت مسرعا إلى الباب لأرى من خلف باب العمارة. وجدت فتحي خلف باب العمارة متجمد من البرد. كيف الحال فتحي؟ تحكيش معي. طبعا تذكرون فتحي ظهر معنا في عدة فيديوهات، بما أنك فتحي عطلت علينا التصوير، فحاب نوعا ما تشاركنا في الأسئلة وتكون جزء منها، شو رأيك؟ تمام والله بدها. تفضل يا شباب. يسلم وديك. ادفيت تتحكيش معنا لا تتعد حسن يا جماعة الغير، يعني احنا بنعذر امامكم لفتحي على النطرة اللي نطرها. السؤال التالي يا محمد، اتمنى تجاوبني، اللي يريد يزورك ويلتقي فيك كيف يحصلك؟ بدي استنى 10 دقائق في البريد. السؤال التالي، هل انت منعزل عن الناس؟ تكلم فلسطيني ولو شوي، صرت اشك انك تجيد لهجتك. ابو الفتوح، شو رايك تتكلم فلسطيني؟ راح تفهم علي لانه جري مع بعض بجوز. لا ايش لهالدرجه يا رجل؟ اعطينا جمله بالفلسطيني. جمله بالفلسطيني: تروح تطش هالسعيات بالسكعه. وطبعا اللهجات الفلسطينيه بتختلف يعني من مدينه لمدينه، مثلا الفتحي من مدينه جنين بيحكوا مثلا هالسعيتي اللي هي نفسها مثلا هالايتي او هلا، حسب اللهجات بتختلف يعني. وقصد يعني شو رايك نطلع بالبرد، صح؟ مفروض يعني. طبعا بالنسبة هل أنا منعزل؟ لا الحمد لله، يعني كل ما يكون عندي وقت فراغ أحاول أن أجتمع مع أو أجمع الأحبة كما يحدث الآن. السؤال التالي يقول، أكثر قصة أثرت فيك بحياتك؟ طبعا بعد إذنكم ممكن أعطي هذا السؤال لفتحي. مرة في الليل يعني كنت نايم على الساعة 2 بالليل، الباب بلش يرن، ففتحت الباب على الساعة 2 تقريبا، هيك كان الوقت. لقيت أنها جارتنا كبيرة في السن، عمرها 70 سنة تقريبا، فبتحكي لي في التركي يعني بيمها الصلاندي، تعب بتقدر تشوفه. فلما رحت على البيت بالفعل شفت الختيار كبير في العمر، طبعا شفته يعني وضعه كان سيء، عليه حرارة وسعال وضعه شوي صعب. فانا بهذاك الوقت على الساعه 2 ما عنديش امكانيات يعني علاج وما علاج، انه انا طلعت يعني حاولت اعمل له معاينه يعني اقدم شيء بستطيع فيه، ولكن المريض تاريخه الطبي كثير يعني صعب، عامل عمليات. انا وقتها احسن شيء حكيت اني اتصل على الامبولانس على الاسعاف، لما بيجوا بياخذوا على المستشفى وبناء عليه هناك بيعملوا يعني التداول، صحيح المداهله المطلوبه. والله بالفعل اتصلت على الامبولانس، اجى الامبولانس بعد 10 دقائق، وهناك انا لما سلمت المستشفى طلعت روحت على البيت الساعه 2 كانت، رحت روحت انام. هلا نمت للساعه 6 رجع الباب برن، الباب برن نفس الحجه بتحكي لي بيم بلشتو. سألته شو اللي صار؟ حكول انه عملوا له العلاج المطلوب، كان دينيجالد يعني صار كويس، تحسن شوي نوعا، جابوا من البيت. فهو على باب الاسانسير يطلع على البيت، وقع على الباب، انزلت انا عرفت انه في شيء خطير هناك صار، لانه الانسان راح المستشفى اصلا كان وضعه مش منيح، ما بيطلعوا من المستشفى. فروحت على تحت على الاسانسير لقيته نايم هيك بالضبط. فاول شيء احنا في الطب بنشوف النبض، انه نبضه شغال ولا مش شغال. والله بالفعل حطيت ايدي على ركبته، ما في نبض. انا بلشت له في الاسعاف الاولي، نعم. حكى لي ابنه شو نعمل، نختار نوديه في سيارتنا ولا في الاسعاف؟ بعد هيك حملنا على السياره، خلال 5 دقائق او 4 دقائق كنا واصلين العاجل، سلمنا العاجل. لما سلمته كان مغمى عليه، يعني بس انا كاب عمل له اسعاف اولي وما كان قلب متوقف. قلب متوقف. أنت بتسوي له إسعافات للقلب، انعاش للقلب. بالضبط. مستمنة. بالضبط. فسلمت العاجل، أجوا أهله وأجوا قرايبه، وأنا وقتها على الساعة 6 ركبت الباص رجعت على البيت، إنه خلاص ما بقدر أقدم لهم إشي يعني بعد العاجل. بعد 3 أيام بالضبط، أنا ما عنديش أخبار عن الحج، بعد ما صار الشيء يعني ما عرفتش عنه إشي. بعد 3 أيام برن الباب بشوف الحجة بتحكي لي بشم الصاوص. تعب. فعرفت وقتها إن الحج مات. قلت الله يعني رحمتي للسنة عزيتها، ولكن بعد ما سكرت الباب كثير يعني انزعجت او كثير يعني تأثرت. صابني موقف هيك حزين، لانه الانسان كانوا جيرانك عبالك. فبعتبر هذا من المواقف اللي كثير اثرت فيه واحزنتني يعني صراحه. الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. طبعا هاي اول حاله كانت وفاه بين ايديك. طبعا هي اول حاله بتكون اصعب حاله يعني، الله يعينك برضه انت كمان.
خير إن شاء الله. طيب إحنا نحاول نطلع من الجو هاد في سؤال آخر. يقول لماذا بعض الوقت تقسو الحياة عليه؟ يعني ذكرتني هاي بمحاضر مرة أرسلتها لي لمحاضر تركي أخصائي تركي في علم النفس أرسلها لي فتحي، كانت بعنوان ماذا فقدنا. تكلم المحاضر يعني ماذا فقدنا في هذه الحياة، يعني لماذا لم نعد نشعر بالمتعة التي كنا نشعر بها قديما، مثلا متعة المطر، كنا نشعر بالخير والبركة، كنا نشعر بقيمة الأشياء الصغيرة، مثلا جمعة العائلة، إذا كان عند أحدنا مصاب نقوم بالوقوف بجانبه ومساعدته. هذه الأمور كلها اختفت من حياتنا، أصبحت الحياة أكثر مادية من ذي قبل. يقول المحاضر ماذا فقدنا، ثم يشير بعد ذلك المحاضر إلى أننا فقدنا معنى الحياة، فأصبح كل شيء في هذه الدنيا ركض وسعي خلف أمور دنيوية فانية. ابتعدنا عن متعة العبادة، متعة المساعدة، متع لا فائدة منها ماديا. فلماذا الحياة تقسو علينا؟ أعتقد هذه هي الإجابة. السؤال التالي، هل أنت في اليوتيوب تماما كما في الحياة العادية، إيجابي محب للحياة وبشوش في وجه الناس؟ شو رأيك يا جواب؟ اللي بحكي غير هيك بيطلع بقعد البريد. خليني اعمل اجابه. احمد شو رايك؟ لا طبعا محمد نفسه يعني سواء على الواقع سواء على اليوتيوب نفسه. الله ما في محمدين يعني محمد واحد. الله طبعا يا شباب اللي بيشهد له مين؟ ابن عمه. طيب فتح شو رايك انت؟ الله يستر. والله محمد يعني هو انسان على سجيد، انسان نفس ما بتشوفه في الكاميرا، يعني انسان كريم، انسان معطاء، رجل يعني يقول. بعطيك 100 ليرة بس كمل على هذا الأسلوب. السؤال التالي، بداية شكرا فتح على المدح، يعني مدح مدفوع المصاري. عندما تكون مع شخص وتقول له لماذا لا تصلي ويقول لك الله كريم الله غفور رحيم، كيف تجيبه؟ أجاوب أنا ولا أنت؟ أجاوب أنت. تمام. يعني صراحة لهذا الموضوع طرحنا فيه حلقة كاملة، يعني تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم لكنه أيضا هو العزيز الجبار. فالله سبحانه وتعالى يعني يقول في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف الأساسي لنا في الحياة. ثم أسأله يعني ألا تحب الله؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك كل هذه النعم التي أنت بها، ألا يقابل الإحسان إلا بالإحسان؟ طبعا اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. السؤال التالي يقول ليه مش بتسافر وكل اليوتيوبر بيسافروا؟ صراحة أنا بحب رأي الشاعر لما قال يعني سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. لا شو رأيك فتحي؟ شو رأيك نسافر هيك نبلش من شرق آسيا لغرب أوروبا يا رجل؟ أصلا المشكلة هي فيك إذا بتسافر كثير بس بتصورش. ما هي المشكلة؟ لو تصور يمكن تعمل يعني محتوى جميل، ولكن أنا بقنع محمد إنه بالصيف نطلع على أوروبا نعمل لنا هيك فلوقات حلوة، محتوى حلو هيك. محتوى جميل وإن شاء الله تنبسطوا فيه. السؤال التالي، كيفية الحصول على المنح التركية؟ يمكن أجاوب على السؤال. تفضل. يعني لكل المتابعين، المنحة التركية تقريبا بتفتح بشهر واحد، يعني كل سنة بشهر واحد ما بين 15 واحد ل 30 واحد. التقديم سهل جدا، التقديم عن طريق الإنترنت طبعا. صفحة الوزارة أو المؤسسة المسؤولة عن المنحة التركية فيها لغة عربية ولغة إنجليزية أو لغة فرنسية، يعني زي ما بدكم انتم زي ما بدكم تختاروا. طبعا عن طريق كل شيء على الانترنت، وثائق يعني بتعملها سكانر يعني بتصورها وبترفعها على موقع. تقريبا بعد شهر شهرين بتيجي تقييم انك انه مقبول ولا غير مقبول. اذا عجبتك النتيجه انك مقبول تقريبا بشهر 5 او 6 بيطلبوا لك مقابله. المقابله طبعا بتحدث يا في تركيا يا في البلد اللي حطيت فيه بلد الاقامه يعني، وان شاء الله يطلع من نصيبكم المنحه. طبعا منح بكالوريوس ماجستير دراسات عليا كلها كل بتفتح نفس التاريخ. بتصور المنح الدكتوراه بشهر 3 بس الماجستير مع البكالوريوس. الماجستير مع البكالوريوس. تمام. السؤال التالي، أنت مع أم ضد المجتمع الذكوري اللي يتشددون على المرأة؟ طبعا السؤال غير دقيق نوعا ما، لأنه بنظري يعني لا يوجد شيء اسمه مجتمع ذكوري، المرأة والرجل مكملين لبعض. الإسلام كرم المرأة فهي أم وزوجة وبنت وأخت، وأكرمها الإسلام في كل حالاتها. شو رأيك بتحي؟ والله نفس ما تفضلت أخوي محمد، يعني مفهوم القوة الذكورية والمجتمع الذكوري هو كان على أيام الجاهلية وهو قبل الجاهلية أصلا، ولكن بعد ما جاء الإسلام يعني دحر هذا المفهوم القوة الذكورية والمفهوم الذكوري. أولا، ثانيا هي المرأة يعني عماد المجتمع، أصلا لا يصلح أو لا يتقدم أي مجتمع ما دام ما أعطى قيمة أو أهمية للمرأة. وكما قال رسولنا الكريم: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. صارك ساعة بتسأل فيه، هسا الدور علي أنا بدي أسألك سؤال. اسأل اختار أشوف. هل إذا تزوجت راح تطلع مرتك على اليوتيوب؟ منين جبت هالسؤال؟ هل إذا تزوجت راح تطلع مرتك على اليوتيوب؟ أعتقد لا، إلا إذا كان مجال عملها الإعلام، ففي النهاية يكون هذا عملها. ولكن أن أقوم كما يفعل أغلب اليوتيوبر بإظهار الحياة الأسرية الخاصة به من أجل المشاهدات، هذا لا قطعا يعني، لأن الحياة الأسرية نوعا ما يجب أن تبقى أسرية لا علنية يعني. ولا ما رأيك فتحي؟
يعني زي ما تفضلت بالضبط، يعني ربما يعني زوجتك تظهر معك مثلا في مؤتمر طبي، هذا امر يعني مدعاه للفخر، يعني انت تفتخر بها. طيب الان بالنسبه لك فتحي، يعني انت ان شاء الله بعد ان تتزوج ما عم ضد هذه الفكره؟ والله انا يعني ضد هذه الفكره مثل ما تفضلت انت، لا داعي لاظهار المحتوى الاسري على اليوتيوب. بعده اذا حبيت بنت مو متحجبه ممكن تتزوجها؟ يعني انا بالنسبه لي نعم، اذا كانت مسلمه واشترط عليها ان تتحجب بعد الزواج. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الحلقه احبتي في الله، اتمنى ان تكون خفيفه الظل عليكم وان تكونوا قد استمتعتم بها، يعني الفائده نوعا ما كانت قليله اليوم في الحلقه، ولكن اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بها. ايضا سعيد جدا باستضافه صديقي العزيز فتحي الذي شرفني اليوم بزيارته لي في انقره، فهذا الرجل انا احترمه جدا واحبك في الله. احبك الله الذي احببتني من اجله، وشكرا لك على الاستضافه هون بانقره، وشكرا للمتابعين الكرام، متابعينك جدا راقين، انا اتابع تعليقاتكم. حياكم الله، الله يسعدك فتحي، حياكم الله وشكرا لك على كل شيء. حياك الله، شاركني برايك في مكان التعليقات، ودمتم في امان الله.